بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. العم الفاضل الأستاذ عبد العزيز سعود البابطين، رئيس مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بداية وعلى المستوى الشخصي، أنا لا أحبذ الحديث عن السلام بوصفه بديلا أو مقابلا للحرب، ولا أستسيغ فكرة وضع السلام والحرب في ثنائية متقابلة كالليل والنهار، أو الخير والشر، أو اليمين واليسار، لأنني رافض لمبدأ مناصفة هذين الخيارين. ومرد هذا الرفض هو قناعتي وإيماني بأن السلام هو خيارنا الوحيد للعيش، ولأنني مؤمن بأن الحرب استثناء عابر وارتجال عرضي وخروج مؤقت على نص الحياة. ولكن وبرغم قناعتي تلك، إلا أنني دائما ما أكون مسكونا بالقلق إذا هذا الاستثناء، استثناء الحرب والدم، لأنني أعرف أن العمل من أجل السلام وترسيخه يحتاج على الدوام إلى ملايين من الحكماء والعقلاء والناضجين، بينما خيار إشعال حرب لا تبقي ولا تذر لا يحتاج أحيانا إلا إلى شخص وحيد أحمق. المجرم صدام حسين بمفرده أشعل حربا، وانشغل بعده ملايين من الكويتيين والعراقيين بعرقهم ودمهم من أجل ترسيخ سلامهم الذي يستحقونه كبشر. هتلر فعل الشيء نفسه لينشغل الألمان بعده في العمل حثيثا لعقود من الزمن من أجل ترميم ما هدمه في لحظة. هذا القلق هو ما يدعوني دائما إلى التحذير من الأجواء المستنقعية التي يكثر فيها دعاة الصراع وقارعو طبول الحرب. هذا القلق الذي يجعلنا في الكويت وعلى رأسنا سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، هذا الذي يجعلنا نعمل بشكل حثيث من أجل تفادي الاحترابات والنزاعات المسلحة. فسمو الأمير طالما علق الجرس خلال السنوات الماضية محذرا من ويلات الدخول في صراعات ونزاعات مسلحة، كان يمكن تفاديها، يمكن تفاديها لو أعطينا للجهد الدبلوماسي والسياسي فرصة أخرى وآمنا قليلا أن الفعل السياسي يغلب الانفعال. هذا لو تريثنا قليلا. هل أحتاج أن أذكركم بما كان يقوله سمو الأمير منذ العام 2011 عندما اندلع الصراع في سوريا؟ سموه من فك ينادي بالحل السياسي ويؤكد على أن خيار الحسم العسكري مكلف ومتعذر. لقد كان سموه يقول هذا الكلام في الوقت الذي كان البعض ينظر للحسم العسكري سواء مع هذا الطرف أو ذاك، وها نحن اليوم في 2019 نسمع الكل ينادي بالحل السياسي. وسؤالي هنا: هل كنا نحتاج إلى 8 سنوات من الرعب والقتل والتهجير والإرهاب لنعرف أن الحل هناك هو حل سياسي؟ الأخوة الحضور، نحن في الكويت لا نكشف سراً عندما نعترف بأننا كدولة صغيرة قررنا الاستثمار في السلام. هذا خيار استراتيجي وليس ترفاً أو تنظيراً، ونحن في الكويت نريد أن ننتصر في معارك السلام، لأننا نملك رصيداً أخلاقياً يساعدنا على ذلك، ونريد أن نعترف بأننا غير راغبين في خوض المغامرات السياسية التي لا نعرف عواقبها. فنحن في الكويت نريد أن نراكم جميعاً الأصدقاء لا الأعداء، لأننا نؤمن بأن الاحتراب والتنازع هو خيار الفاشلين سياسياً وديدن الموتورين والمنفعلين، ونؤمن أنه في أجواء الحرب يتم وعد الديمقراطيات ومكاسب الإنسان الحقوقية التي ناظر قروناً ليحصل عليها.
وفي الحرب تموت فرص التنمية وتتلاشى إمكانيات التواصل الثقافي ويتوقف البناء. فالحرب ليست لعبة ولا تسلية. لقد جربنا في الكويت أثر الآلة العسكرية وقدرتها التخريبية، ولا نريد لغيرنا أن يخوض ذات التجربة المريرة. ومن أجل السلام لا غيره، استضافت الكويت بتوجيهات من سمو الأمير 3 مؤتمرات للمانحين في سوريا، إضافة إلى ترأسها للمؤتمر الرابع الذي عقد في لندن. ومن أجل السلام استضافت الكويت مؤتمرا دوليا واسعا من أجل إعادة إعمار ما دمره الإرهاب في العراق، العراق الذي احتل بلدي قبل 29 عاما. ومن أجل السلام استضافت الكويت على مدى 2 شهر المفاوضات السياسية بين الفرقاء في اليمن، إضافة إلى رعايتها للمفاوضات لاحقا في ستوكهولم. ومن أجل السلام ولا شيء غير السلام تقف الكويت موقفا مبدئيا ثابتا وصامدا ضد كل جرائم الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل. الأخوة الحضور، نحن في الكويت ندعم ودون كلل أو ملل كل الجهود الإقليمية والدولية التي تصب في صالح استتباب السلام في مناطق الصراع المختلفة. نحن ندعم الحلول السياسية السلمية القائمة على التحاور في سوريا واليمن وليبيا والسودان وأفغانستان وغيرهم، مثلما ندعم الحوار السياسي المفتوح والشفاف لحل الأزمة العابرة بين أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي. هذه هي عقيدتنا السياسية التي دشنها سمو الأمير عبر عقود من الزمن، ونحن ماضون بها ونعمل وفق مقتضياتها. ختاما، خالص الشكر والتقدير لمؤسسة البابطين الثقافية وعلى رأسها العم العزيز الفاضل الأستاذ عبد العزيز سعود البابطين، الذي شاء القدر أن يكون تاريخ اليوم 13/6 هو تاريخ ميلاده، فأراد القدر أن يكرمه بهذا المنتدى العالمي الدولي للسلام. والشكر موصول لكافة الشركاء الدوليين على المساهمة المميزة والفاعلة لإنجاح هذا المنتدى. إن هذا الجهد الثقافي والتنويري مهم جداً، وهو محل تقديرنا واهتمامنا، ونؤكد دائماً على دعمنا اللامحدود لتلك الجهود الخيرة. شكراً لكم على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.